اهلا، ازيك يا يامن بيه؟ ازيك يا عجمي؟ تصدق يامن بيه دي حلوه طالعه من بوقك زي العسل. طبعا بيه وابني بيه كمان. الله يبارك لك. منور منور انت والشنطه. ثانيه واحده بس كده، ما تاخدنيش في الكلام، اقعد نشوف العقود الاول. نشوف العقود؟ ما نشوفهاش ليه؟ ادي يا سيدي العقود جاهزه اهي على امضيتك. حلو، اصلا شكاك جدا وما ثقش في اي حد. ده العادي، كل المستثمرين الكبار لما كانوا صغيرين كانوا زيك كده، كانوا شكاكين برضه. طبعا. اتفضل بقى، ادي العقود اهي، اقرا كده ولو في اي حاجه جديده عايز تضيفها قولها لي. اول اضافه اهي، اكتب في المبلغ 900,000 جنيه فقط لا غير. اه صح، هما 900,000 جنيه. نكتب 900,000 جنيه. ولا تزعل نفسك، المبلغ 900,000 جنيه فقط لا غير. اتفضل يا سيدي. حلو. لا امضي ايه؟ انت اللي تمضي على الورقتين قبلي. ده ايه النصحه دي؟ لا شكك. ده ايه الجمال ده؟ ما اثقش في حد. ادي يا سيدي امضيت لي. عجمي البوس، عجمي البوس. اتفضل يا بيه. انا امضي هنا؟ ايوه بس كده، ده عقدك. حلو. وده عقدي، وانت كده بقيت مستثمر كبير. بقيت مستثمر كبير؟ اه طبعا. لا لا، فلوس بقى، لازم تاخد فلوسك. اتفضل يا سيدي. يا سلام على الفلوس. الف مبروك يا يامن بيه. يا عجمي بيه، احلى مبروك يا يامن بيه. اه لايق عليا، لايق عليا. استاذنك بقى عشان الحق اروح البورصه.